تكفى. انتم كيف حالكم؟ انتم ايش جاكم؟ اول شيء صراحه اول شيء امسي عليكم بالخير والله، واقول اسعد الله مساكم ومسا المشاهدين الكرام، ويا هلا ومرحبا فيكم يا تاج الراس وبمتابعينا الغالين اللي بعد الله سبحانه وتعالى كانهم في على ما قال في ابراز ما كنا نقدمه في هذه القناة الغالية. الشكر للغالي، الشكر لله سبحانه وتعالى ثم قناتنا اللي تحت الفرصة أيضا نشارككم. الشكر لأخوي عبد الله الجميري، جزاه الله خير عبد الله الجميري بكل أمانة، وسعود فهد جعل وديكم في الجنة، الشكر موصول لكم. أول حلقة من برنامجكم كان أول ضيف تم التنسيق معه اللي هو أنا عن طريق عبد الله، لكن الظروف حالة إني ما شارك. شكرا لك عبد الله، الله يبيض وجهك من طيبك. العفو الله يعزك، الله يعطيكم العافية وسلامتكم. الله يحييك، الله يحييك، الله والله يحييك. هذا يبغى له خطابين عشان نعرف ضيوفنا. المعروف لا يعرف الاعلامي سعد القحطاني حبيب قلبي، نتعلمنا منه كثير في الاعلام واخوه، حبيناه جدا لانه جوه مثل جونا. خلينا من الاخير، انتم محبوبين اخواني، المنشد المميز الفنان القدير ازيدك من كذا محمد الحارثي عشان نعرف اكثر، اخو راجح الحارثي. الله يحييكم، الله يبقيكم، يا مرحبا، يعطيكم العافيه ومشكورين صراحه على الاستضافه الجميله، الاشخاص الجميله. انت مجبر بس المشكله والله يا سعود فهد احسن واحد في العالم، استاهل سعود. بدينا نتحسف الاول من العالم، الاول دقيقه قبل شيء قلنا جائزتين مسابقه، الظاهر الحين ولا جائزه. ليش؟ كلها تبي تروح نغير الكلام، مكالمه مخرج الان 100 ريال من عندي معكم شيء. من اللي بعطيك 100 ريال؟ قال لك انا احس بازعاج براسي جدا، براسي يصفي لك. نبي شيء يصفي الذهن. الله، طيب اسمع قران؟ لا اتحرك ازلك انزل، بعطيك موت الحليبي بعدين نخش. خذ راحتك، احنا معك. تبغى كورال؟ ترى لا ما ينفع، معليش والله. اركض يا شجر، ها اركض يا شجر، اسكت. عطيه منيب، يا سلام الله منيب، حتى عارفين عارف. قال لله قوم اذا حلوا بمنزلة، الله لله قوم اذا حلوا بمنزلة حل السرور، حل السرور وان ساروا، تحيا بكم كل ارض تنزلون، تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، الله كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين، تشتهي العين عن عين يا عين يا عين، وتشتهي العين منكم منظرا حسنا، كأنكم في عيون الناس أزهار. الله هذه بيات لابوي، بيات لابوي، بعدين هذه بيوت للشاعر. وجهها خلاص يا رجل، بيات الشاعر الشيء اللي موجود هيك لابوي، شيء لابوي الشاعر الاعلامي يضحى حارثي كلمات. ونعم ونعم تاج ونعم والد الجميع. الحان اهو لا الحاد كلها ما تفرق، اهم شيء انه ابوك انت حر عادي، اهم شيء كلماته يستاهل. وينك عطهموني، وينك انا بعدك، وينك انا بعدك اسير لذكراك، عايش مع طيفك، عايش مع طيفك بكل الزوايا. وينك انا بعدك، وينك انا بعدك اسير
أسير لذكراك عايش مع طيفك عايش مع طيفك بكل الزوايا وينك أنا وشلون بالله بنساك وانت سكنت القلب خلف الحنايا وينك أنا بعدك أسير لذكراك عايش مع طيفك بكل الزوايا ولك أنا وشلون بالله بنساك وانت سكنت القلب خلف الحنايا وانت سكنت القلب خلف الحنايا ولك وانا بكي منك مدري من ابكاك يبكي معايا مجلسك والمرايا ولك أنا ضايع على باقي خطاك وباقي هدومك والعطر والهدايا وباقي هدومك والعطر والهدايا وينك بدفع كل عمري لرؤياك لو بس لحظة ثم تعلن عزايا الله الله يا وجدي لشوفك ولامك وجد الغريب اللي يدوج القرايا وجد الغريب اللي يدوج القرايا وجد الغريب اللي يدوج القرايا سلم يا سلام الوالد الله يسعدك انا ارحب بالوالد تابعنا الله يعطي العافيه سهران عشان تشوفني ارحب بامي لطيفه بنت حامد الوادع اقول ارحب ونعم بالله نوقف نوقف يا اخوان اجعلها اني بدار جدا نوقف لاماتنا كلها ادري اني سهرتها اليوم وحرصت اني تشوفني حتى امي بيض الله والله يجعل والدينا والديكم في الجنه اللهم ذولا جنه في بيوتنا اما عرفنا قدرهم متى نعرف قدرهم يا الله ربي يطول اعمارهم على الطاعه آمين. وكل من يسمعنا ربي يخلي لكم والدينكم واللي على ما قال مات جعلهم في جنات النعيم الله يسلمك هذه مناسبه قطوط على عشاكم مرحبا بكم تعمس ابو قحط تحيه للوالد الشاعر الامير يستاهل 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 اكبر تحيه تاج وشرف يستاهل وللوالده وللاهل كلهم يستاهل مناسبه هذا الموضوع عندي بيتين عن السلام عن الام يا سلام يا سلام فالعشاء متى يا رجين حبيبي انا ضاربي جوع اليوم ايه عندنا مسابقه والله وشي اليوم وشي اصكك بهالعلبه إيه. لا صح متوقع العداد في ناس في ناس فازوا معنا هناك في الاوراق ايش رايكم قبل اسحب اسم قبل بعد البيتين ها بعد البيتين قبل البيتين لا هو يروح يجيبها وانت قلب انا اروح اجيبها وبنزل اروح اجيبها انا لا 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 استريح مع الدار خذ البيتين عشان عندنا برضو كم سؤال لابو ابو ابو يلا ابو البراء بيتين ان شاء الله بس اتذكرها عن الام تستاهل تستاهل امهاتنا الله يا يما يا محلى صوتي يا يما الله يا يما يا محلى صوتي يا يما يا زينها من فمي لا جيت بنادي والله يما يا مروع لحظة الضما انت يا يما انت يا يما تحية لك الأم صراحة سبب لنا أزمة ذا ها؟ سبب لنا أزمة ليه أنا سأعمل سؤال ليش؟ أنا سؤال أبو البراء ليش؟ لا ليش جاء قاري؟ ليش جاء قاري الأم؟
يكون الموضوع حزين. شو مو بحزين؟ مو حزين ليش؟ مو بحزين بالعكس لهم فرحة. مو بحزين لهم فرحة. يسمونها هاي يسمونها العاطفة. إيه سبحان الله حتى وانت تنطق اسم امك هي العاطفة. امك جبتها كلها غير عاطفة. تتذكر انك مقصر مع امك تتذكر انك الله يجعلنا ما نقصر في حقهم يا رب. امين. ابو البر الحمد لله على السلامة. سلمك الله حبيبي. انت رحت جدة كان عندك شغل واعتذرت ورجعت الحمد لله على السلامة. سلمك الله يا عبد الله. حيا الله ابو البر. مشتاقين والله. اني مشتاق امك ترى والله. يعني انت ممكن من زد رصيدك بعد رصيدك ما شفناك. لبى قلبك يا حبيبي. الاشغال الواحد يعني والله تعرفون يعني وانا والله من جد يعني من جد حريص انه من اول حلقه بعد ما علموني انا وفهد ماسكين حلقه الربع كنت حريص انه ابو البر لانه من افضل الاشخاص صراحه اللي طلعوا الهواء من الاخير يعني والله يعني عند حسن الظن يعني لا اكون ضيف ثقيل ولا اكون شخص يعني الا خفيف ظل عليكم والله الله يعزك وحنا ما نجي الا بعدكم انتم ما شاء الله تباركتم بلغتم من النجومية ما بلغتم والآن أنتم أصحاب رسالة هادفة حق ومعرفة نحن نعترف بالشيء هذا فكل ما في الأمر أن إن شاء الله نشوفكم ناس توصلوا رسالتكم بالشكل الأجمل بالشكل الألطف بالشكل المقبول قبل هذا كله نبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى نحن إذا بحثنا عن رضا الله سبحانه وتعالى في أمورنا هذه اللي في الحياة وفي رسالتنا اللي نقدمها للناس في الإعلام واللي يشاهدونا من خلف الشاشات إذا قدمناها رضا لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حيبث رضاه للناس ويرضون عنا الناس صحيح. فإن شاء الله أنكم وحنا نكون يد واحدة ونكون إن شاء الله أصحاب رسالة نبيلة وهادفة في إعلامنا يا رب يا رب. أبو البر كنت أنت مقدم فقرة ميزاتك صحيح شو اسمها ميزادك ميزاد ميزادك كذا النجومية تنسيك حبيبي الله يرحمه يا مول كنت اقوم من النوم عشان تحلي شاهد كم الوزن لا لا صحيح صحيح قدامك طيب في احد من الشباب قد جاي والله يجون يقولون قلت يا عيال انا حط وزن ايوه اذا اعطتك اياه وش بتسوي ممكن اعترف الاعتراف لا ولك سلمك سلمك لا اسلم لا والله لا عاد يسلمني لا والله اي شيء اي شخص يخطي يعترف تفضل صح يوتيوب استر لا والله هو شيء عادي بس لا هذا الرمي يرضي بس بلادي قالت مرتن ما ادري وش هو الوزن الوزن تفخات ولا غوايش الظاهر كان 10 كيلو او 9 كيلو وش لو كان 9 كيلو تفخات المهم اللي هي بالمطبخ كان في خشت الرز ايه رحت اشرب ماء واقعد لي شوي ها احاول احفظه اوزن كذا اعرف اني جيتكم كذا ها طيب احاول اني طيب نفسه ترى احنا كذا كلنا زي كذا جبتها ولا جبتها شوف انا والله كنت حريص شوف أبعلمك حاجه الفقره كان فيها حاجه بكل امانه كانت هي المطلوب لكن لرؤية فريق الإعداد اللي في القناة والشباب اللي كانوا مشرفين على الفقرة غيروا الفكرة أنا الفكرة كنت أبحث عن الحصانة التي تمنع المتسابق من الدخول للبرايم اللي هي كانت زد رصيدك أربعة زد رصيدك أربعة وزد رصيدك ثلاثة حلو يعني أنا من الأشخاص ليش أنا صرت ماسك ميزادك يعني أنا أشكر سبحان الله أشكر الله سبحانه وتعالى ثم أشكر القناة اللي يعني تسلمني هالفقرة اللي أنا يعني صرت مرتبط بها يعني اسمي سالق حطان أنا يوم زدر صديق ثلاثة يذكرون يمكن كنت كل برايم أدخل ملك برايمات سعد قحطاني كل شوي برايم داخل برايم حتى عقل جناحي بكى معي من كل ما أدخل برايمات نفسيا عدمت تعبت نفسيا وأنا كنت رجل يعني صراحة بعد الثلاثة أسابيع الأولى جاني اتصال من الوالد وكلمت الوالد وقتها قال يا ولدي مدامك وصلت إذا ما وصلت له يا ولدي نبغاك في النهاية فكانت هذه الكلمات اللي ضاغطة علي بشكل كبير وكان من ضمنها البرايم اني احاول ما ادخله المجال الوحيد ما قدرت اجمع فلوس ادخل الحفر هذه واطيح في الحفر وخسائر افتح صناديق سالف 300 اموت انا طلعت مره زد رصيدك ثلاثه فتحت صندوق وطلع سالف 300 وخلاص فتح صندوق طلع سالف 300 والله اني طلعت من الستيج من المسرح الستيج ايه المخرج كان وقتها الاستاذ فرتان كان يمنع طلوع اي شخص من المسرح والله اني فتحت الباب وكان قدام الاستاذ عبد الله الراجح الله يذكره بالخير والله اني فتحت الباب وطلعت وانا ابكي وش ابكي قهرني خسر 300 ولي ثلاثة ايام ما اكلت شيء جوع ضارب ام الجوع لا انا اللي افحت مع الرجاجي ولا انا اللي كسبت ولا انا كسبت ولا شيء ولا انا اللي اكلت طلعت ابكي والله اني جالس في الصاله واني ابكي مثل الطفل ابكي قهر عبد الله الراجح الله يذكره بالخير
كان مع صاروخ شاورما. احنا وقت البرايم كان وقت المسابقه زيد وزيد كل شيء قفل عندنا، البقالات تسكر حتى البوفيه مسكر يعني. بروح انا بشتري خلاص خربان، ابى ازيد الطين بله. كان مع صامولي اذكرها شاورما والله العظيم جابها، يقول ما